فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم التبرع بالأعضاء لا سيما إذا كانت للحاجة مثل التبرع بالكلية؟ هذا في قرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا كان المسألة مسألة ضرورة والمنقول منه سمح بهذا العضو وهو لا يضر بصحته، لا يضر بصحته وقد سمح به والمنقول إليه مضطر، قالوا لا بأس بذلك بهذه الشروط، أن يكون المنقول إليه مضطرا إلى ذلك، أن يسمح المنقول منه ألا يضر المنقول منه، لأن الضرر لا يدفع بالضرر. نعم.